ما رأيك يا ذلول في حاكم عدل بلاد تمتد إلى أقصى الدنيا ولم يستطع أن يعدل بين ولديه؟ لو كان عادلا كما يدعي لسهل عليه العدل بين ولديه. أتشك في عدلي يا ذلول؟ سألتني فأجبتك. لكنني أسألك مجددا، أتشك في عدالتي؟ العدالة لله وحده، لكنه ألهمنا إياها بما ورثناه عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لما يذهب الإلهام إلى الفرع دون الجذع؟ من تعني بالفرع والجذع؟ ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا، الفرع أو الجذع؟ كلاكما فرع وجذع. أريد تحديدا أينا الفرع وأينا الجذع. هل ينفصل الجذع عن الفرع يا مولاي؟ ما وصلتك إلى فارق إلا خرجت منه.
الفرع والجذع تماما كابني آدم هابيل وقابيل. هابيل وقابيل. أين الخفان يا بثينة؟ تمهل. تلك قصعة لبن يحلو احتساؤه عند شداد الحرارة. تمهل. وتلك قصعة زيتون شاميسة تلتهمه بشهية. تمهل. لم أقل لك وداعا. وداعا. السلام عليكم. وعليك السلام. أتيت لحينك. خيرا إن شاء الله. رأيت ذاك العربية الخارجة لتوه؟ نعم نعم. يقول إن رجلا عندهم طلق في يوم واحد نسوة خمسا. صدق ورب الكعبة. كيف؟ للمسلم أربع فقط. طلق الأولى فاشمأزت الثانية فطلقها، فاستاءت الثالثة فألحقها برفيقتيها، أما الرابعة فلم ترتدع ولم تتعظ فطلقها، وهكذا يكون الرجل قد طلق زوجاته الأربعة دفعة واحدة. لكنني قلت إنه طلق خمس نسوة في يوم واحد. استنكرت جارته هذا الأمر فطلقها إجازة عن زوجها فأجازه. ابعثوا في طلب الأعرابي، فقد حللنا لغزه وأرحنا باله. ما الذي تبغيه هذا الصباح يا رجل؟ حبيب اشتاق لحبيبه. ما أحببتك يوما. ألا تقابل ابتسامتي بابتسامة؟ ما رأيتك مبتسما إلا لغاية في نفسك. ها اقضيها لي. شربت وكفى. لم أنل حاجتي. للتمور ثمن. ما أظن لحبة واحدة ثمن. ما أظن لأخذ هذه ألما. ما أنت فاعل يا حسن؟ أحيي بهلولا وألقي عليه التحية والسلام. ترى أين بهلول؟ لبهلول موئلان، قصر الخليفة وسوق الكرخ. ربما
كان في قصر الخليفة. نبي، أرى الكيس قد ازداد وزنه. وما تحمل فيه؟ صابونا وشايا ومضغا. الحمد لله أنك لم تحمل فيه زيتا وعسلا وبيضا. ولما يا طرفة؟ كان سينقص وزنه دون شك. هيا يا حزان. أيا بهلول، تعال تعال. أتقصد السوق؟ لي يد واحدة. وأين يمناك؟ أقود بها حصاني. لو خلق الله للإنسان أيد ثلاثة لهان الأمر. لي عندك خدمة. قلت لا أملك إلا يدا واحدة. أرجو أن تفلح بها. لن أحمل بها قصعة أدن. هذا الذي كنت أنتظر معونتك فيه. ما رأيك لو تحمل قصعة تتقاسمها مع حزم في السوق؟ ما اعتدت أن أنال أجرة على معروف أقوم به. إذن هان الأمر. حبذا لو حملت قصعتين لأسعدتني. حبذا لو لم أحمل شيئا لأرحتني. سآتيك بالثانية، تدبر أمرك. سأتدبر أمري، اطمئني. السلام عليكم يا إبراهيم. وعليك السلام يا حسن. أين وضعت؟ ما الأمر يا حسن؟ أتؤمن بالجان؟ ربما. البارحة وضعت هذا المفتاح في جيبي الأيمن بيدي هذه، واليوم وجدته في جيبي الأيسر. بربك، ألا يوجد صلة للجان بهذا الأمر؟ قلت ربما. ربما؟ لما تحمل الميزان كل يوم إلى دارك ثم تأتي به في الصباح إلى حانوتك؟ أخشى عليه من السرقة. يحزنني حالك وحملك الأثقال في كل يوم. قسما قسما إن بغلا ينوء بحملها. لا أصدق هذا، لقد رأيتك تحملها لتوك ولم تكترث لذلك. ماذا؟ من الذي نقل الأثقال من ميزانك إلى هذا الكيس؟ ربما فعلتها الجن يا صاحبي. وذا طعام الملوك يا بهلول، ما أشهاه في دنياك وما أمره في آخرتك. انتظرني. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Thank you.
الحمد لله الذي أقصاني عن قصعة الملوك وأثناني من رغيف العام. كيف تستباح أرزاق العامة وقد قيمناك عليها؟ أطل الله في عمرك وعلى شأنك. العامة بخير يا مولاي. أي خير تدعيه؟ قد بلغنا أن هناك من سرق في سوق الكرخ. قبض على السارق لتونا يا مولاي. من يكون السارق هذا؟ رجلا أنعم الله عليه رزقا وأذله مهنة وسلوكا يا مولاي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لو بلغني ما يكدر صفو العامة لقطعت رجليك ويديك من خلاف وصلبتك في سوق الكرخ لتكون عبرة لمن اعتبر. طلق سعد. مولاي ما نتيجة ما كلفتك به؟ دخلت عليه يا مولاي فإذا ورق بين يديه أحرق البعض منها وابتلع البعض الآخر. لما ابتلع البعض الآخر؟ يقول إنها تعويذة يا مولاي تحول الحصان إلى قصبة. انصرف. أحمق يلاحق فطنا. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أو كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. من تركت في عطارتك؟ لا أحد. لابد أنك تمزح. أقسم أنني لم أترك أحد. ألم تسمع ما حدث البارحة في هذه السوق؟ ما الذي حدث؟ أقسم أنك تعرف وتتجاهل. هل من سرقة جديدة؟ ألا تكفيك سرقة البارحة كي تنذرك؟ هو ذا المفتاح في جيبي، أتراني أبلها كي أترك عطارتي وأقعد معك هذه المدة الطويلة؟ وائل، ترى من سرق الفخاري؟ أحمق لم يحترف السرقة أبدا. تصور أن كسرات الفخاري امتدت من السوق إلى داره فدلت عليه. بدت أخاف حتى على السلال الفارغة. لا أظن هذا الأمر سيتكرر طالما أن الخليفة علم بالأمر. الخليفة يأمر وصاحب الشرط لا يبالي. سيبالي رغما عنه. الخليفة لا يتساهل في هذه الأمور. السلام عليكم. وعليكم السلام. النقود. اتركيني يا امرأة. بهلول. أهلا يا بهلول. منذ متى وأنت في حانوتي؟ ماذا أعمتك نقود تلك المرأة عن مشاهدة ما حولك؟ دع هذا العدس يا بهلول. لما؟ أريد عدسا. إني أنصحك، هذا عدس كثير التسوس قليل الطهو. نصحت الناس كما تنصحني؟ نعم، نصحت كل ساكني أهل الحي. بارك الله بك. قصعة اللبن التي بعتني إياها البارحة ما بها؟ نقصت حتى النصف. لقد تبخر اللبن. يو اللبن لا يتبخر يا حزم. ولله في كائناته عجائب. أتيتك بطعامك. سلمت يداك.
أين الدجاجة؟ طارت. طارت مسلوقة؟ ولله في كائناته عجائب. يويا. يا طرفة ابن العبد، ولولا ثلاث هن من لذة الفتى، النوم والاضطجاع والسهد. ما بك؟ أوصني. ألا تدخل؟ ها، ماذا قلت؟ قلت أوصني. إلى أين؟ إلى الرصافة. حانوتك أقفلته اليوم أو يومين. ما الأمر؟ الذي حل بسوق الكرخ يغادر أهلها واحدا تلو الآخر. عما تتكلم يا طرفة؟ منذ بعض الوقت أغلق وائل حانوته ورحل، وها أنت الآن تغادر السوق وترحل، ولا ندري من سيكون بعد ذلك ثالثكما. أوصني. تمور الرصافة تغريني. لا أبالغ إن قلت إنني ذاهب للإتجار بها أولا ولزيارة شقيقتي ثانيا. نصيحتي ألا تغادر. تنصحني بألا أغادر؟ لما؟ ألا تخشى على حانوتك من السرقة؟ إنني مطمئن. من شهد سرقة الفخاري لن يطمئن أبدا. توكلنا على الله. إياك والعودة بخفي حنين. اطمئن، سآتيك بالتمر لو كان في طي السحاب. قلق ينتابني. أيغلقك ما حدث الليلة الماضية؟ كاذب إن أنكرت هذا. أليس مفتاح الدكان في حوزتك؟ هل تظنين أن السارق يحتاج إلى مفتاح ليسرق؟ كيف السبيل إلى السرقة إذن؟ فتح الباب عنوة، أو يعمد إلى استعمال مفتاح آخر. نم يا رجل، نم، إن غدا لناظره قريب. تبا لهذا الحدس الذي ينتابني في كل حين. ما يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. توكلت على الله. صدق من قال الليل أخفى للويل. كيف أنام هذا الاضطراب بداخلي؟ إليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. ألم تشرب الحليب بعد؟ شربته. إذن ما قعودك هنا؟
إلى أين أذهب؟ إلى دكانك. لم يحن الوقت بعد. لقد انبلج الصباح. عجبا لأمرك، لم تنم الليل قلقا على دكانك، وإذا ما أقبل الصباح لم تعد تكترث لذلك؟ لا أدري ما الذي أصابني يا بثينة. حدث كان يؤرقني ويقول لي الحق دكانك فقد سرقت. أين أنت من هذا الحدث الآن؟ برئت منه سبحان الله، منذ طلع الصباح ذهب الكدر عني. حزم، فلتذهب إلى السوق فتطمئن. إني مطمئن كل الاطمئنان، الدكان لا زالت بألف خير. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم إنك قد أحصيت ذنوبي فاغفرها لي، وعرفت حوائجي فاقضها لي، وأصلحني بعلمك الذي لا يعلمه أحد من الناس غيرك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرأيت؟ ماذا جرى؟ كما ترى سرقت حانوت حزم. متى سرق؟ الليلة. وأين سعد؟ أين الحرس؟ كانوا نياما فيما يبدو. مسكين حزم، ذهب جناه مهب الريح. بل مساكين كلنا يا صاحبي، قبل أمس كان الفخاري، والبارحة حزم، واليوم أنا وغدا أنت. أيعقل هذا؟ أين الحرس؟ أين العسس؟ أين ال... تعال لننظر. هاي هاي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اهدى يا حزم اهدى. يا أبا موسى، يا بثينة، أين الخفان؟ ها هما. كم حذرتك من هذا الأمر فلم ترعوي؟ اختصري الثرثرة يا امرأة. لعن الله الشيطان، لعن الله الشيطان. قل لي يا أبا موسى، يا بثينة، ما بك؟ أين القلنسوة؟ إنها على رأسك. اصطبر يا حزم اصطبر. أن الصبر ونتاج عمري سرق دفعة واحدة. عمل أيام وليال سرق دفعة واحدة، وفي ليلة واحدة. قل لي يا أبا موسى، أبقي شيء في الدكان؟ أجل، كيس من العدس. يا لأنفة السارق وشهامته، ترك كيس العدس ونظف الدكان تنظيفا لا عهد لي منه. أين سعد صاحب الشرط؟ إنه في السوق منذ الصباح. هذا هو ديدنه، يأتي بعد فوات الأوان. بثينة، ما بك يا حزم؟ ألم أقل لك أين القلنسوة؟ ألم يقل لك أبو موسى إنها على رأسك؟ حتى أنت تتآمرين علي؟ قسما لو سرق الموت عائلتي كلها ما حزنت كما حزنت على سرقة دكاني. تمهل، اذهب لا ردك الله. عساك تقبض على السارق يا بهلول. أين هو؟ لو كنت أعرفه لألقيت القبض عليه وخنقته بيدي هاتين. يا تبا لهذا السارق، لم يبقي شيئا. من سرق الحانوت؟ ها؟
ستأتي بالسارق هذه الساعة. سأتيك به، أعدك. أنت كاذب كاذب، لقد سرقني تاج عمري ومفتاح سعادتي، هل فهمت؟ قلت لك سأتيك بمن سرق حانوتك. متى وقد انتصف النهار؟ إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعده، وإن لم يكن بعد غد فبعد عام، وإن لم يكن بعد عام فبعد عشرة أعوام. هل أكتب ذلك في وصية؟ قلت لك سأتيك به. سمعنا هذا الكلام وما أفلح. أكلمك وأنا صاحب الشرطة. يا حري بك أن تكون صاحب إبل أو غنم. يا اخلص. الذي تفعله يا وائل؟ أفعل ما فعلته، أحكم إغلاق حانوتي، هذا رأس الحكمة. ترى من في رأيك السرق؟ واحد من ألوف الناس الذين يأمون هذه السوق. ألا تشاركني الرأي في شخص أشك في أنه السارق؟ أخشى أن يكون ذلك الذي أضمره. أتشك في أبي موسى؟ قسماً ما أخرجته عن دائرة الاتهام. ادعى أنه مسافر إلى الرصافة، لكنه شوهد في الليلة نفسها قريباً من هذا المكان. إنه قادم. السلام عليكم. وعليك السلام. السلام. ما الذي تفعله يا أبا موسى في مثل هذا الوقت؟ جئت أتفقد قفل حانوتي. ادعيت أنك ذاهب إلى الرصافة. لا أنكر ذلك، لكنني استدركت أنني قد نسيت أموالي في الدار، فقفلت عائدا من منتصف الطريق. وما الذي دفعك إلى سوق الكرخ ليلة أمس؟ حاولت اختصار الطريق إلى داري. ألا تعلم أن حانوت حزم قد سرقت؟ أتتهمان بالسرقة؟ بل نشك في رجل كان في مكان الجريمة ليلة. إن كان الأمر كذلك فلما لا تشك في طرفه؟ أنا؟ شاهدتك ليلا أمام حانوتك فآثرت عدم التحدث إليك. طرفة، تأتي ليلا إلى السوق وتخفي عني كي تبعد الشبهة عنك؟ أتوجه الاتهام إلي؟ إن كان المجيء إلى السوق ليلا يعتبر اتهاما فأنت أول المتهمين. أنا؟ نعم أنت، لقد لمحتك تعبر السوق ليلا دون أن تدري بوجودي. تحاكم الناس وأنت متهم؟ شيء غريب حقا. أرجوك يا بولول، أتوصل إليك أن تسدي علي هذه المهمة، لو لهذه المرة فقط. لكنك صاحب الشرط. أنت أحق بهذا اللقب مني. ها، ماذا قلت؟ أفكر في الأمر. بل ستقوم بهذه المهمة؟ إن لم نجد السارقة سيقطع مولاي يدي ورجلي ويصلبني في سوق الكرخ. أتوصل إليك يا بولول، أتوصل إليك. هل حاولت العثور على السارقة؟ حاولت ولم أفلح، لهذا أتيتك. يو سأساعدك يا سعد، سأساعدك. فلتمضي النساء إلى بيوتهن. يلحق الأولاد بالنساء. من كان خارج سوق الكرخ فليرحل.
من كانت رأسه لا تصل إلى هذه الخشبة هذه فليصرف ولا توقف عنه. وان السارق بينكم، والدليل على ذلك آثار السمن التي علقت على يديه. ها هو السارق يا صاحب الشرط، هذا هو. أما وقد اعترف وائل بسرقته، هل لك أن تخبرني يا بهلول كيف اهتديت إليه؟ لتلك دلائل ثلاثة أيها الأحمق. ما هن؟ أيها الأحمق، أولاها أن السارق من أهل الكرخ، ذلك أن حزما قد أخبر أهل الحي قاطبة أن العدس عنده فاسد، لذا أخذ السارق كل شيء بينما ترك كيس العدس لمعرفته بفساده، وفساد العدس لا يعرفه إلا أبناء الكرخ. كيف انتقيت الرجال الأربعة دون غيرهم؟ ها؟ منذ اللحظات الأولى للسرقة كان خيط رفيع قد علق بمسمار في الخشبة، أهو، وقد اكتشفت أن هذا يعني أن الذي دخل إلى الحانوت قد ارتطمت رأسه بالخشبة نظرا لطوله، لهذا بعد الشك عن قصار القامة واتجه الاتهام إلى ذوي القامات الطويلة. لكنك اتهمت وائلا دون غيره، على الرغم من أن الأربعة الباقين نظروا إلى أيديهم مخافة وجود بقع السم. بالطبع، لقد مد الأربعة أكفهم، لكن وائلا حاول أن يمسح كفيه بجلبابه قبل أن يعرضهما علي، وهذا ما لم يفعله الآخر. خذ هذا الدليل، أعطه للخليفة لكي يصفح عنك.